حاجه من الحاجات اللي هي الدولمز او المحاشي. عاده بتبقى المحاشي انواع خضار، ممكن يكون اي نوع فلفل، فلفل اخضر احمر بتنجان جزر خيار، كل دول بيبقوا حاجات للمحشي. لكن الانواع الدولمز اللي هتتعمل النهارده هنعملها بتوفيق وتبديل، يعني هنعملها على البارد، هنعملها مستويه، هنعملها باللحم، هنعملها من غير لحم، هنعملها كمان بورق عنب. يبقى برضو دوت مش بس يبقى الخضار اللي هو بيتفضى من جوه يتحشي، لا ممكن كمان يكون ورق عنب، او تكون انواع مختلفه من الفلفل، يعني فلفل يكون اخضر او احمر بس يكون احجامه مختلفه. يعني ديت حاجه من الحاجات اللي احنا هنحشيها النهارده. نبتدي باول حاجه وديت هنسويها لحمه، رز، دبس بندوره او صلصه طماطم، بصل وشبت، دول مع شويه زيت زيتون. دول هنا شويه زيت زيتون، وبنحمر اللحمه مع البصل على اساس دوت الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو مطبوخ. احنا قلنا فيه ممكن نعمله مطبوخ او نعمل كل حاجه نيه وبعدين نطبخها. نحط هنا اهو، بنحمر البصل مع اللحمه وندبلهم. طبعا دول لسه هيستووا مره كمان لما ندخلهم النار، ودول معاهم شويه صغيرين هنا من صلصه الطماطم، شويه صلصه طماطم. وده هيبقى الورق العنب، نسيب هنا دول يتبلوا شويه، نتبلهم ملح وفلفل، ونبقى نضيف عليهم الرز ويتشربوا الميه بتاعتهم. شويه ملح وفلفل تبقى هنا التتبيله، شويه صغيرين هنا اهو، والاعشاب هتبقى بس شبت لان كل نوع هيكون مختلف عن التاني. اما ورق العنب اللي بجيبه، بتاكد ان ورق العنب اذا كنت بجيب ورق عنب موجود في قلب البرطمانات بيبقى الورق نفسه فيه العيدان نفسها، بيبقى العنقود لسه موجود. ده مش لازم ارميه، ممكن اقطعهم واستعملهم كلهم. يعني وانا بقطعهم او لو لقيت قطع من ورق العنب ديت متقطعه او مش صالحه ان انا اخدها احشي بيها، باخدها ديت نفسها واقطعها علشان تحمي. اقطعها هنا تحمي المحشي اللي انا هعمله. ممكن احط بصل، ممكن احط بطاطس، بس دي بنحطها هنا في القاع. ونرجع للبصل والطماطم اللي احنا بنحشيهم، يعني زي ما قلت بدبلهم تتبيله، ممكن اسويهم سوا كامل او نص سوا على اساس انها كده كده هتكمل تسويتها. ناخد شويه هنا اهوت من الرز، ونسبه وتناسب، بحب الرز كتير بكتر الرز، ما بحبوش كتير بنحط كميه اقل. لو انا هعمل دوت واخليه في التلاجة افضل ان انا اسويه سوا كامل، لكن لو هستعمله على طول ممكن استعمله هو لسه، نحط شويه هنا من الشبت، يعني لسه دافي، ممكن اخده وابتدي احشي بيه دوت على طول. يبقى دوت اول حاجه هنا اهو، نجيب ورق العنب ونبتدي نحشي. بفرد ورق العنب، يعني ديت الدولمه مش بس محاشي للخضار، لا ممكن يكون كمان ورق عنب، بس نشربهم من بعض. واذا كان علب بحطه في ميه بتغلي شويه، وبعملها حسب الحجم، ممكن اقطعها نص او اعملها حجم كبير كده اهو. ناخد شويه من الحشو نحطهم هنا، وبقفلها واقفلها باحكام من الجنبين، بخلي الناحيه الناعمه من بره، ونبتدي نرصهم هنا في الحله. نعمل واحده كمان، والتتبيله زي ما قلت ملح وفلفل، شويه صغيرين هنا بس من الشبت، نحط ده هنا اهو. وانا عاملها دافيه ما سبتهاش تبرد على اساس ان انا هسويها على طول، لكن لو هعملها قبلها المفروض بسيبها تبرد وبعد كده بنقدمها. ناخد بقيه الورق ونرصه هنا اهو في الجناب، ونشوف اصلا ديت ممكن يكون ايه اللي استعمله. ممكن احط مرقه بس، يعني دوت ممكن اسويها بمرقه بس، نحط ورق العنب هنا. ولو حابين تحطوا مرقه مع زيت زيتون، شويه زيت زيتون هنا اهوت مع مرقه الفراخ، نحطها هنا اهو، وبسيبهم دول
على النار، حطهم على نار هادية وبسيب دول يستووا، وبيكون دوت فكرة أول نوع من الدولمة. لكن أما النوع التاني، طبعا احنا عملنا باللحمة وعملنا واحد بالمرقة، لو في حد تاني حابب ياخد يكون فيجيتيريان او ما بيحبش ياكل لحوم، في الحاله ديت ممكن نستعمل هنوت عندنا كميه من البهارات والاعشاب. نعناع ناشف، ثوم، قرفه، زيتون، زيتون متقطع، زيتون اخضر، بصل، كركم، بقدونس، كمون، وجبنه بيضه اللي هي جبنه الفتة. فده هيكون تركيبه هنوت من الاعشاب، ونحط كل دول مع بعض ومعهم بصل. وانا بفضي ورق العنب لو عندي الميه بتاعته وانا بغليه ممكن احافظ عليها، اخليها هتدي طعم مميز شويه. نحط شويه هنا من الكركم، شويه ثوم، شويه صغيره هنا من الثوم، والزيتون. حاجه مختلفه عاده مش متعودين عليها، لكن زي ما بقولت المطبخ التركي او العثماني ليه حاجات بتميزه. الخل مع زيت الزيتون مع شوية من القرفة، وكمان بستعمل المية بتاعت ورق العنب اللي كان محفوظ فيها ورق العنب، وبحط مع دول شوية رز. يبقى هنا ده كده نوع تاني من الخلطة ما فيهاش طماطم. يبقى كل خلطة ليها نوع وليها ميزة، ودوت ممكن يكون فيجيتيريان. لو عايزين برضو مش لازم يكون ورق عنب، ممكن تحشو بيها حاجة تانية من الحاجات اللي هي ممكن تكون مختلفة شوية، زي ولنفرض البتنجان. زي ما عملنا في الورق العنب الأولاني، بحشي ورق العنب، ودوت بسويه يعني بعد ما بسويه بعمله وأحطه، وأحط معاه ممكن زيت زيتون وعصير ليمون، وبيبقى الفكرة فيه إن أنا بعمله للفيجيتيريان، فما بحطش مرقة فراخ. زيت زيتون وعصير ليمون وبيكون كافي جدا، لكن نزوقه بشويه من الليمون. يعني ممكن اجيب ليمون مقطع هنا بعد ما بيستوي، وقبل ما اقدمه بارد، يبقى دوت كله فيجيتيريان. ونجيب شويه من فصوص الليمون، شويه من الطماطم، نحط طماطم هنا اهو، شويه طماطم بالطريقه دي. ولو حبيت بجيب شويه من الاعشاب، يعني دوت لو عايزين نعصر عليه شويه من الطماطم، او بجيب شويه من الاعشاب، شويه بقدونس، شويه كزبره، وشويه من النعناع. يعني ناخد شويه من كل حاجه عندنا هنا اهوت، وناخدهم كده اهو، ونزوق بيه على اساس يبقى متقدم بارد. يبقى دوت رضينا كل الاذواق. لو عندنا عزومه وعازمين حد، عملنا الحشوات وفكره توافيق وتبديل.